السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ نتمنى تكون اموركم مزيان. اليوم غادي نحكي لكم على واحد جريمه القتل وقعت في مدينه مكناس. هو المحضر ديالها عندي طويل، ولكن انا غادي نلخصه في واحد 5 دقائق او اكثر. واحد النهار واحد العمال غادي للخدمه ديالهم جوايا ديك 10 الصباح، كيتفاجئوا بوجود شخص مقتول ومرمي على وجهه وغارق في دماياتو. تجمعوا الناس والهايلالا وتجوقات الدنيا، جا البوليس والشرطة العلمية ومسرح الجريمة. تجمعوا وشافوا شنو كاين وعيطوا على لومبيلونس. بالفعل جات لومبيلونس، ادات القاتل المستشفى محمد الخامس. قلبوا البوليس، قلبوا في الملابس ديال الميت الجثة، لقاو الهوية ديالو. ومن قلبوا على ظهره تفاجئوا انه شد واحد بيديه، هكا شد بيديه مكمش عليها واحد الفردية ديال الصباط مقرفش، وهو لابس واحد الحوايج ديال الخدمة باين من خلاله انه بناي، وشد في يدو فردة ديال الصباط، وديك الصباط بحال تا هي ديال شي بناي. احتفظوا البوليس بديك الفردة، ومن خلال البطاقة ديالو تبين انه من مدينة اكادير. مشاو البوليس لاكادير، بداو التحريات ديالهم، دقوا على العائلة ديالو. خرجت الام ديالو، قالوا ليها اش كيجيك فلان؟ قالت لهم هذا ولدي وراه خدام في البني في مدينة مكناس وراه كاري مع صاحبو. المهم قالوا ليها البركة في راسكم، ولدكم مات. الام ديالو بدات كتغوت وسخفات، والحاله ما هي حاله. جا الزوج ديالها حتى هما خبروه كذلك، وقالوا لهم تمشيو. البوليس قالوا له تمشي معانا لمدينه مكناس. بالفعل مشى معاهم المستشفى محمد الخامس لامورغ، شاف الولد ديالو، قال لهم هذا ولدي. هنا عادي تبدا التحريات ديال البوليس، شكون هاد صاحبو اللي كان خدام معاه وكاري معاه، فين تيسكن هاد القاتل في مدينة مكناس إن بلاصة، وفين الخدمة ديالو، محل الخدمة ديالو. البوليس عادي بداو التحريات ديالهم مكان وجود الجثة. الجثة توجدت في واحد الخلاء جاي ما بين جزيئة بدات كتعمر بالسكان جديدة، وواحد المنطقة مولاها ما بناهاش حياة حصيدة خاوية، كيزرعها مرة كيزرعها ومرة لا. ومن تزيد كتلقى واحد جزيئة عاد الناس كيبداو فيها، عاد بداو البني فيها غير البناية. هادشي ما كان، قالوا بأن هذا عنده الملابس ديال البني، إذن هذا بناي، غادي يكون من خلال المسار ديالي يكون غادي لهاد الجزيئة، يعني خدام تمايا في هاد الجزيئة اللي قريبة لمكان السكنة ديالو. البوليس داو التصويرة ديالو وبقاو كيدورو على دوك محلات البناء، دوك الديور اللي كيتبناو. الدار الأول شكون هذا؟ ما كان عارفوش. الدار الثاني وهكذا، حتى لقاو واحد الدار كتبنا، اي شافوا واحد البناي تما جالس كيضرب المرطب، عيطوا له. قالوا السيد واش كتعرف هذا؟ قال لهم كنعرفوا هاد السيد، هذا كيخدم معانا، هادي راه شي يومين ولا 3 ايام ما جاش. ها هنا بدا راس الخيط. قال لهم تسولوا صاحبو هو اللي كاري معاه، عيطوا لصاحبو. فين صاحبك؟ علاش ما فين صاحبك اللي كيخدم معاه اللي كاري معاك؟ السيد من الاول بدا كيتمتم في الهضره، صاحبي ما عرفتوش فين كاين، ما هادي راه شي يومين ما شفتوش. البوليس كيقولوا له غادي تمشي معانا لمخفر الشرطه. بالفعل داوى مع مشى معاهم لمخفر الشرطه، قالوا له صاحبك راه لقيناه جثة هامدة وراه مقتول، لقيناه مقتول، دار راسو راه حزين. المهم البوليس شكوا فيه،
قالوا له كيفاش انت صاحبك هادي 3 ايام وكاري معاك، ما عيطتي لمو قلتي لها فينا هو، ما سولتي فيه؟ البوليس قالوا له غادي نمشيو معاك للدار. قال لهم مرحبا، داهم للدار، بداو تيقلبوا، قلب يا ما تقلب، ما بان لهم والو. هما خارجين هما تيلقاو فردة ديال الصباط بحال هاديك اللي كان شاد الميت في يدو. قالوا له ديال من هاد الفردة؟ قال لهم هاديك ديالي كنخدم بيها، صافي ما بقاتش صالحة، راه ملاوحة تما. البوليس تحفظوا على داك المحجوز وهو الصباط واعتقلوا صاحب القاتل. البوليس قارنوا الفردة مع الفردة اللي لقاوها، لقاوها نفسها متطابقة. هنا الجريمة تحلت، وجه المتهم بالأدلة وزيروه مزيان. السيد ما لقى ما يقول، قال لهم أنا هو اللي قتلته. هنا عادي نعرفوا أسباب قتل صاحب هذا المجرم. قال لهم واحد النهار جيت ولقيت صاحبي كيخبع الفلوس في الياجورة، تقريبا شي مليون، كيدير 20، كتعرفوا الياجور راه متقوب، كيدير 20 في هاد التقبة و20 في هاد التقبة، وقالت كيخبع صاحبه، دخل عليه على غفلة وشافو، والطمع طاعون، وصاحبه ما كيجمعش غير لا ومالي، وهاد المسكين هاد وهذا اللي مات كيجمع فليساتو، ومن كيهبط للبلاد كيعطي لمو تجمع له باش يتزوج. هذاك طمع وقال كيفاش ندير، الا سرقت له هو شافني، عرفني انه شافني. شنو دار نهار الجريمه؟ قال له غير موافين كيمشيو بجوج للخدمه. هذيك النهار قال له غير سبقني، مين سبقو جا خلاه تا سبقو، هز الموس، هذوك الموس ديال العيد اللي تيكونوا ماضيين، اللي كيصلخوا به الحولي وكيطرطقوا به باش يجبدوا الاحشاء ديال الحولي، هذاك هو اللي استعمل في الجريمه. خلاه تا سبقو وجام والخط عليه، والدنيا خاويه، البنايه كيبداو بكري كيمشيو مع السبعه، الدنيا خاويه. وجي حتى موراه هو صاحبو كيتلفت وكيشوفو، مع الشوفه اللي شافو كيضربو واحد 3 ديال الضربات في الجنب ديالو على مستوى الكليه، بقوه الحريق كيشدلو في رجلو، هي هذيك من يشدلو في رجلو بقى داك الفرده ديال الصباط شادها، باش عارف ان الروح عزيزه عند الله، ما شافهم حتى واحد مغير هذيك الفرده اللي عادي تفضحو. هو بقوه الخلعه بقى هارب، ما صحابلوش لا الفرده تحيدات من رجلو، بقى هارب حتى وصل للدار ديالو فين كاري هو وصاحبو، ولبس صباط خور. هو صحابلو راه غير من كان تيجري راه تحيدات له من رجلو، ما صحابلوش راه صاحبو شادها، حتى مشى ورمى هذيك أداة الجريمة في واحد الخلا ومشى يخدم عادي كأن شيئا لم يكن، ودالو هذوك الفليسات ديالو، باش عارفو أن الثقة ما كايناش، والطمع طاعون، والله يرحم هذا القاتل. أما المحكمة حكمت على المجرم ب30 عام سجنا نافذا.